خليك اشكر هو بالأنفاس اشكر بالأتمام اشكر غايب ردكم غايب سلكم غايب ردكم غايب سلكم الموت ولا البيت الله الموت ولا البيت الله كتجي هذه الخطوه كرد على السياسات الاداره الصماء على التجاوزات لدارت الوزاره ومثلت التهديد وكذلك القمع ديال الاسد على مستوى طاطا على مستوى خريف كاع على مستوى بوجدور. حنا كنقولوا بانهم متمسكين كتنسيقيه وطنيه بالمطلب ديال الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وكنبهوا الوزاره انه السياسات القمع راه كتزيد اجج الوضع، لانه حنا كنطالبوا بالحوار وكنطالبوا بالاستجابه للمطالب ديالنا لمطالب عادله ومشروعه هي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، ماشي عن طريق انه تضربونا وتقولوا في الاخر راه بحالكم بحال المرسمين. يعني هاد سياسه الاحتواء حنا كنطالبوا انه يتم ابعادها لانها ما كتحلش مشاكل نهائيا بقدر ما كتاجج، وكنقولوا مستعدين لكافه الخطوات التصعيديه بما فيها اخلاء الاقسام بصفه نهائيه ما دام الوزاره الوصيه عاجز على ايجاد حل. فاليوم الوزير خصو يجلس معنا اطابل لانه الملف ملف الشعب المغربي ماشي ملفنا فقط ولكن ملف كامل هذا المغرب، على اساس انه فيه مجانيه التعليم، في وظيفه عموميه، وفي مصير تلاميذ، وفي كذلك اسئله اباء وامهات كيطرحوا اليوم حتى امتى غادي يبقى اولادهم برا الاقسام. حنا اليوم كننبهوا انه مش حنا مسؤولين على ان التلاميذ برا الاقسام، اللي مسؤول هو انه الوزاره ما بغاتش تستجب الوزاره غنرجعوا الاقسام ديالنا، ولكن بالعز ديالنا وماشي بالسياسه ديال التهديد ولا الترهيب، لانه كاين تهديدات كثيره. فحنا كنقولوا صامدون وصامدات ومستعدين لكافه الخطوات التصعيديه من داخل التنسيقيه الوطنيه لاسد المفروض عليهم التعاقد والتحيه. التمداد فلا إدارة ثم التمداد. هذا الضربة يا الأستاذ. هيا أستاذ. والوزارة شبرت فيها. هيا أستاذ. ورغم القمع والشجون. هيا أستاذ. ولازلنا صامدون. هيا أستاذ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.